على ذكر عبد الغني راشدي اللي هو الان راه مدير المخابرات الخارجيه، وعلى ما يبدو راه موجود في فرنسا في وضع صحي سيء. طبعا تم نقله بطائره خاصه الى اخره. الناس الموت هو الشعب الجزائري. نعم، الجزائريين اللي لداخل مرات ما يلقاوش حتى الدواء، لكن هما اللي وجعوا راسه يدوا. نعم نعم. انت كنت حكيت لي عليه ايضا. وش تعرف على راشدي؟ فقط على البحه الغالب، راني مريض استاذ. لا راك مريض، وراك اصريت انك دير البرنامج، مع اني انا اقترحت عليك ان ناجلوه يعني، لكن انت اصريت. لا لا لا، مش مانيش في حاله، فقط رشح يعني، مش حاجه خطيره، نقدر نكمل لايف. تفضل استاذ. قلت لي عبد الغني راشدي انسان ايضا فاسد. كان ذكر لي صحفي صديق، وهو حاليا في احدى الدول الخليجيه، ذكر لي صديق ايضا مقيم في هذه الدوله الخليجيه ينحدر من ولايه في الغرب، حول الشبكه اللي كان يديرها عبد الغني راشدي، شبكه البغاء. يعني كان يجيب شابات يكونوا حسنوات، وشباب ايضا دي جان دي ماك يكونوا بوغوت ويكونوا شابين، وجندهم باش يديروا امور شذوذ الجنسي ويمارسوا اللواط مع شيوخ واثرياء في الخليج، ويعطوه الباي تاعو. وعندي اسماوات كان هو يشرف، كان هو يشرف على هذا الامر. الناس نخاف نسبب لهم مشاكل. عنده علاقات بهذو المغنيين، هذو الشواذ وهذو المغنيين تاع الملاهي ايضا عنده علاقه بهم، لانهم هما كان يستعملهم باش يجيبوا يجندوا هذه الفتيات وهذا الشباب. كاري راح برضايته لانه فيها اموال كبيره، وكاري اللي غالب عليه. راحوا قالوا له راح تخدم مثلا نعطيك مثال، يقول لك راح تخدم في مطعم سيرفور، ولكن هذاك المطعم في الطابق الثاني المالك اللي هو خليجي في هذه الدوله الاوروبيه، دولة يعني خليجية قصدك، دير غرفة وفيها سرير لممارسة الدعارة ويقسم معاه المبلغ. وعبد الغني راشدي كان يقود هذه الشبكة، وهذا أمر معروف. وتخيل أنه شخص بهذه القذارة يعطيه مسؤولية أمن خارج. هذا كان خاصة في الفترة اللي كان فيها ملحق عسكري في الإمارات، خاصة الدولة الأوروبية الدولة الخليجية. نعم، كان في الإمارات ملحق عسكري في الفترة تقريبا اعتقد ما بين 2014 و 2018 او 2015 و 2019، يعني ماهيش بعيد يعني. نعم نعم تقريبا. وهذه المعلومة قالها لي هذو الشخصين اللي نتحفظ، ما نحبش نذكر اسماواتهم حتى لانهم حاليا مقيمين في الخليج، وراهم ولاد فاميليا، وما نحبش ندير لهم مشاكل، وحفاظا ايضا على مصادري باش تزودني بالمعلومات مستقبلا، ما نحرقش المصادر تاعي. نعم، مفهوم، لما تكون قضية مصادر مفهومة، لكن أنت تؤكد باللي هذا عبد الغني راشدي اللي هو كان مسؤول الأمن الداخلي لمدة سنتين، والآن راه حطوه مسؤول الأمن الخارجي، وهذا كان يشرف على الدعارة يعني، وبعبارة يسبون الناس. هو بعلاقاته بأثرياء من إحدى الدول الخليجية، واللي كانوا ساهموا ضغطوا على ما اظن على السعيد شنقريحه قائد الاركان اللي باش يعينوا مدير امن خارجي، لانه كان السعيد شنقريحه ما يتيقش في عبد الغني راشدي، لانه ماهوش كوريكت يعني، يمشي طق ما يقول مثل الجزائري طق هنا وطق لهيه يعني مع الواقف. السعيد شنقريحه ما يتيقش فيه، لكن بما انه الخارجيين ضغطوا بحكم علاقتهم الجيده مع عبد الغني راشدي، لذلك تم تعيينه مدير امن الخارجي خلفا للواء مجد الكحال. نعم، بدل ما يتم طرده، لانه في الاصل كانوا باش يقوموا بطرده.